ايه يا كلام؟ ايه يا كلام؟ ابنك ضرب ابننا يا جلال، وبعدين فارس العطار ده بعيلتكوا كلها. طب اهدى اهدى يا سليم، الموضوع يتحل. احنا هنخسر بعض ولا ايه؟ اهدى ازاي يا جلال؟ قولي وفهمني انت، اهدى ازاي بعد ما كنت حاطط ايدي في ايدك وابنك يضربني في ظهري؟ طب اقعد اقعد. تلاتة بالله العظيم ما كنت اعرف ان مروان هيعمل كده يا اخي. ده لعب عيال يا اخويا. لعب عيال يا حبيبي تبقى تستحمله، عشان تبطل يا جل بعد كده تمشي ورا العيال. الله 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 الله، ما انتوا اللي بدأتوا، انتوا اللي دخلتوا العيال في اللعبة. ما بلاش نفتح في القديم احسن، عشان ما نفتحش في سيرة اللي عملته انت ومتولي. الله، ما هو زين اهو خلاص يا حبيبي، الله يرحمه دخل في الموضوع وحكم فيه وخلص. انا عارفك لما بتتعصب بتبقى وحش. لا ما ببقاش وحش، ببقى وحش قوي. يلا زي بعضه، ما اختلفناش. وحش وحش على قلبي زي العسل، بس ما تنساش ان احنا كلنا في مركب واحد يا سليم. عارف يعني لولايا ما كانش فارس دلوقتي بقى عايش، ولولايا برضه ما كنتش انت نجيت من حبل المشناه. خلاص ما مش ممكن يا سليم يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار، ما ينفعش. والغبي قسما عظما بعزة جهله، الغبي ده لازم يعرف الصح. وعموما يا سليم يا اخويا يا حبيبي، محضر لك حته مفاجاه النهارده، هتبقى اعتذار يا سيدي عن اليومين اللي قعدهم فارس عندنا. يلا. ايوه والله زي ما بقول لك كده، النهارده هنرد شرف عيله العطار. تسكت عن حجي ولا ايه يا عم؟ انا مش صغير. محدش في العطارين صغير، العطارين بيتولدوا كبار. يا عاد اقعد. طول ما فيا نفس داخل ونفس خارج محدش هيلمسك وعديها له، بس نلم نفسنا الاول ونشوف رجالتنا، وبعدها حقك هيوصلك من قبل حتى ما تسأل عليه. ايه يا علي؟ مالك قاعد كده؟ كيف اللي طبيخ خدالك؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ انت نسيت اني كبير؟ كنت فاكر لما تبقى الكبير تبقى جنبي مش عليا. هذا اللي عمره ما يحصل يا علي. عاجبك اللي كان عمك زين عامله فينا؟ عايزنا نفضل خدامين عنده؟ يا ريتنا فضلنا خدامين وقلبنا على بعض بدل ما تكبر وتكسب. مبسوط دلوقتي وانت مكان عمك زين واخوك هو الخدام؟ انا عايز اكبرك وارجيك. وانا مش عايز. انا مش فاهم قصه مش عايز دي. مش عاوز يا اخي. مش عايز ايه بالظبط؟ مش عايز تحرك لي بمزاجك وتجوزني بمزاجك كيف الحريم؟ لا عندك. انا بتجوزك بمزاجك انت. احنا محدش معانا عشان تمثل انك مغصوب على جوازتك من بنت زين دي. انت هتتجوزها بمزاجك انت عشان انت بتحبها ومن زمان كمان، وعارف كمان انك عمرك ما فكرت في حد غيرها. يعني انت متجوزها بمزاجك مش بمزاج انا. مش غصب عنها يا عبد الله. ترضاها لي؟ ترضاها لاخوك؟ سبق ورضتها على نفسي يا ابن امي وابوي، بس انت حظك احسن مني بكتير. هتتجوز اللي بتحبها. يا ريتها كتبت لي يا عبد الله. وانت بقى هتجوزهاني عشان بحبها ولا عشان مصلحتك؟ لا عشان مصلحتي ومصلحتك انت كمان. البنت دي لازم تبقى في صفنا، اخويها يا اخي، وخليها تحبك. كيف بس؟ كيف؟ عمري ما هنسى لك انك صغرتني يا كبير. كيفك يا حاج وفيق؟ دورت دوار العمدة يا زكريا. الدار دارك.
لكن العمدة مش موجودة هنا لأن أنت مش العمدة. أنا العمدة وبورق رسمي يا زكريا. سيبك من الأوراق، أنا جاي لك في خير، خير ليا وخير ليك. بس الأول أنا عايز رجالة، رجالة وسلاح. أديك رجالة وسلاح وتحاربني بيهم بعدين يا زكريا؟ كيف أحاربك برجالتك؟ أنا لو طلبت منهم إنهم يلفوا السلاح ناحيتك هيتخون. أنا حربي مش هنا، أنا حربي هناك في مصر في القصر، اللي لو خشيته الخير هيعم ليا وليك. نفكر، الموضوع عايز ضمانات يا زكريا. الضمانات اللي على كيفك. نبقى عيلة واحدة، تتجوز بنتي. قلت ايه؟ ايه اللي جرى في دماغك يا عبد الله؟ اتجننت ولا ايه؟ لا ما اتجننتش يا عمي، انا باخد حقي. حقك منين؟ اوعى تكون فاكر ان الورقه الخايبه اللي معاك دي هتخيل عليا. لا، انا ممكن ادفنك هنا وما خليش فاضل منك غير دماغك البايظه دي. واني سهل ارد يا عمي. نزل سلاحك يا غزال، ما تخليش حسابك يتقل اكتر من كده. عايز تقول حاجه تانية يا عمي ولا قلنا ورد؟ انت كلامك تبلعه خالص وما اسمعش صوتك. يا خسارة يا عبد الله، وأنا اللي افتكرت في يوم من الأيام إنك شبهي، بس للأسف طلعت عيل غشيم. يظهر إني لازم أربيك تاني من أول وجديد، لأن أبوك صبري كان حنين عليك أكتر من لازم. اللي تربى تربى خلاص يا عمي، زمن التربية ولا إحنا ولاد النهاردة. تعال يا عمي حط يدك في يدي. أنت عارف لو يدك في يدي يا عمي هنعمل إيه؟ هنعمل إيه يا؟ هنقتلوا ناس تانية ولا ناخد حقوق مش حقوقنا؟ لا يا عبد الله، مش عمك سليم اللي يحط يده في يد واحد زيك. خلاص يبقى نورت يا عمي. وماله، نورت نورت يا عبد الله، بس هنتقابل تاني. هنتقابل تاني وساعتها هتندم على اليوم اللي انت شديت فيه عن العيلة. سلام لأهل السلام، لكن انتوا أهل نار وهتولع فيكم. بعد ابدا. نورت الدار يا بنت الغالي، مش كنت تقولي كنا استقبلناك احسن استقبال؟ ده احنا برضيك بنعرف نستقبل الضيوف. هو انا ليه بتصل بيكوا كتير قوي ومحدش بيرد؟ كيف ده عمرها ما حصلت؟ لا حصلت، حصلت كتير. انا اتصلت اكتر من مره عشان اسال على حسن اخويا، ويوم ما رديت وقلت لي مفيش حد هنا اسمه حسن. حسن ما بقيش في الدار وما حدش خابر طريقه. طب ما تعرفش اي طريقه اوصله بيها؟ ما قلت لك حسن من يوم ما هجم الدار ما حدش خابر قتره. العلم عند الله يا بنتي. اسمعي، الوقت اتاخر والليل هنا واعر قوي، وانت ضيفه عندينا، وعرف الدار بيقول حتبيت هنا. انا هخلي العيال يجهزوا لك المضيفه، واللي معاك ده 8 حيبايت مع العيال. حصلوني. مين الراجل الشرير ده؟ هو ليه عمال يقول ضيوف ضيوف؟ ده انت حتى اسم ابوك بره على باب الدار. سيبك منه يا 8. بقول لك ايه، انا عايز اتفق معاك على حاجه. فهمت يا رؤية؟ اوعى حد يحس اني جنبك. ما تخافش والله، وديك هتشوف. الو، مين؟ ازيك يا هايدي، انا رجية. رجية بنت زينب العطار. عايزه مننا ايه تاني يا رؤية؟ استني بس، انا ماليش دعوه بحاجه. انا وابوي مش موافقين على اللوم عملته، وغالي صبره كمان مش موافق. انا قلت اتصل اعرفك واطمن عليكم. انتوا بخير؟ يعني عاجبك اللي عملوا فينا ده؟ احنا هنا ما عارفينش حاجه،
طمنين عليكم كلكم بخير؟ والبيت عالية بخير؟ عبد الله يا ستي طردنا من القصر وضرب نار على حازم في رجله وحاج السلمى عنده وعالية كمان معاهم هناك. ما دخلتنيش ليه معاك يا عمي؟ ما كنتش ضامن رد فعلك. بعدين انا كمان مش عايز اخلق مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. يا عمي انا كنت هسكت، ما انا بكبر بيك. المهم ناوي على ايه؟ انا كنت عارف ان انا لا هاخد لا حق ولا باطل، انما برضو كان لازم اعمل الزياره دي علشان لما طربقها على دماغه ودماغي اللي معاه كلهم ابقى عملت اللي عليا. ما قلتليش يعني مفيش اي كلام عن الانترفيو؟ مفيش رد فعل؟ دي ناس كتير جاوا مشاير الفيديو بتاعك يعني ونشرين الصوره الحقيقيه. انت عارف الفيديو ده عامل كام مشاهده على اليوتيوب؟ كام؟ لا معرفش، انا بسالك انت كام. طب اخرس. اصل يا عم ناس كتير كلموني يقولوا لي مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، مبروك لعم سليم، كانك نجحت في الثانويه العامه يعني. بس الناس كلها يا عم بتقول انك الظلام. طب كويس كويس. الله صحيح، قول لي يا عم ايه المكالمه العالميه اللي جاتك؟ مكالمه عالميه يعني. يا ابويا يا عم سليم، يا اخويا يا عم سليم. أول ما قلت ألو عينيك بربشت ونفسك ما طلعش. أنا قلت عم سليم هيروح مني ولا إيه؟ مش هتقول لي اسمها إيه؟ ساكنة فين؟ لابسة إيه؟ أشوفها ميتة. لا مش هقول لك حاجة واصل. اخرس. ماشي. المصيبة يا فارس إن أنا كمان مش عارف أوصل لها. كل ما أكلمها تليفونها مقفول. مقفول ولا غير متاح؟ بس هي خدمتنا. الناس كلها بتتفرج على الحلقة وكله بسبب مين؟ بسبب الجو. جو؟ ايه دي الكلام القديم ده؟ قديم؟ تليفون يا عم، انا جاي لي تليفون. انا جاي لي تليفون، ما تتكلمش. ثواني يا عم، ما تتكلمش خالص، جاي لي تليفون اهو. سامع سامع، رد. الو. سارة. يا عم فارس. خير يا عم سارة. بقولك ايه، انا عايزاك كده في مصلحة على الماشي. بص يا سيدي، انا عايز اعمل معاك حوار صحفي، ايه رأيك؟ معايا انا؟ ايوه. ما هو الفيديو اللي عمك سليم عمله قلب الدنيا، وانا بقى لازم استفيد وعوض ال 120 جنيه ده كله بسبب حلقة عم سليم. بالظبط كده، مصلحك دي من اولها. ما هو يوم ليك ويوم عليك. ويا عم تبقى ردتها لي ولا ايه؟ لا يا ست. ماشي. طب ايه، هظبط واشوفك ولا عايزه على التليفون؟ لا المهم اشوفك ونتقابل. خلاص اتفقنا، هظبط واكلمك. ماشي. سلام يا معلم. سلام سلام. مين دي؟ الجو؟ الجو؟ الجو القديم ده يا عم. الشغل اللي فات كله كوم يا تيكا، والواد 8 ده كوم تاني. اللي يغدر ملوش مكان. وده غدر بيا. وفختي. الواد ده لازم يموت وبايدي. ده كبير يا معلم، الواد ده عيل تافه، ده تسيبهولي انا بقى. ده العشان برضه هديك. وبالنسبه لشغلنا بقى ايه؟ مفيش شغل غير لما الواد ده يجي ورابطه تعلق على باب الحاره والناس كلها تعرف ان ده جازات اللي يكسر كلام يحيى العطار. والله انت كبير وحياه امي ما هزيمه. عملت اللي انا قلت لك عليه؟ بس الغريبه ان ما كانش في حد عايز يتكلم معايا غير واحد اسمه عزيز. بيقول لي كده تقريبا ان في واحده هي اللي عارفه عنه حاجات اسمها رحمه عند بيت او عند محل حمزه اللي عند البيوت جوه. طب بص، احنا نتحرك على هناك على طول. اوكي. يلا بينا. على فين؟ عايزين نخرج. عم سميح عمر، محدش يخرج ولا يدخل من الدار الا باذنه. يعني ايه؟ يعني انتوا حابسيننا هنا؟ خطوه كمان وهفرغ السلاح ده فيك. دي اوامر عم سميح، فهمت ولا لا؟ لا بصراحه بقى ما فهمتش. ومش 8 اللي اتعمل معاه الغلط عشان تبقى فاهم. اللي انت بتعمله ده هو الغلط. انتوا بتتكتروا عليا عشان في حتتكوا؟ ما تنشفش. امين. يعني انا محبوسه هنا ولا ايه يعني؟ مين قال؟ انت ضيف عندينا، واكرام الضيف واجب. ضيفة ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت قاعده هنا
معززة ومكرمة، وديك عليا لا حد يأذيكي ولا حد يقرب لك، بس على شرط الباب ده ما تخطيهوش. ليه؟ أهو ده اللي زعل عاد. السؤال ده مش من حقك تسأليه. ولا أنت من حقك تقولي أعمل إيه وما عملش إيه؟ ماشي، مع إن اللهجة دي مش عجباني. ما هو لازم دلوقت تعرف أنت بتكلم مين. الخريطة اتغيرت والدنيا اتشقلبت سبحانه. طب فين تماني؟ الواد اللي معاك ده ما ترباش، رفع سلاح، وعرف الدار اللي يرفع سلاح تنقطع يده. بس انا قلت كفايه عليه حبس ليلتين. قولي لي ليه؟ عشان انتي بنتي الغالي. اهلا يا زكريا، نورت. منورك يا حاج. اتفضل. قول لي يا زكريا، وانت ماشي كده مش خايف حد من اهل البلد يشوفك ويبلغ عنك؟ دي تبقى عيبه في حقك قبل حقي. ليه؟ هو انا امسك لسان اهل البلد كلاتهم؟ عموما انا بقول لك عشان تحرص. خلينا في المهم. قول يا زكريا، قول. انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه وقررت. حاج وفيق، انا جاي اطلب يد بنتك. طيب.